طيب السؤال التاني يا شيخ لو سمحت، احنا كان بس في مشكلة بيننا وبين أولاد خالتي وكده، فأولاد خالتي دول يعني اتعاملوا بطريقة وحشة جدا، ويعني وشتموا وشهروا واتكلموا كلام مش كويس أبدا، وخالتي كانت موافقة على الكلام ده، فأنا والدتي ما بتكلمهاش، فهل احنا علينا اسم لو احنا لو أنا كلمتها؟ لا ما في اسم، لكن لو أنا ما كلمتهاش أسفة، يعني لو أنا لكن إن عفوا أنا بقول إن أنا لو كلمتها هي أصلا مش متقبلة إن حد يكلمها، هل أنا عليا اسم لو ما بادرتش ورحت كلمتها؟ ما هو إذا كان الباب مفتوح للكلام كلميها وتحملي لوجه الله. وإن كانت هي مش متقبلة؟ خلاص ليس عليك اسم. جزاك الله.